Hello everyone and welcome to the channel. Today we will see one of the most beautiful units for second year students اللي هي fiction or reality. مرحبا بالجميع، اليوم راح نشوفوا ملخص وحدة من أجمل الوحدات لتلاميذ السنة الثانية اللي هي حقيقة أم خيال fiction or reality. كي بدينا الوحدة تاعنا لعبنا مجموعة من الألعاب وحكينا على so many movies and films for example Twilight, for example Star Wars, Titanic وتفهمنا باللي some of the films الأحداث تاعهم ولا الإيفانتس تاعهم they are true ولا real صارت صح كيما تايتانيك. However some other films الأحداث تاعهم ما صراوش صح، for example Star Wars ولا Twilight يعني الحكاية تاع الفامبايرز ولا مصاصي الدماء، هذه أحداث ما كانش منها ما صراتش، هي نسج من الخيال. وهذه هي الوحدة تاعنا It's about fiction or reality، عليها راي بزاف مليحة خاصة للشعب الأدبية. The theme of the unit هو technology and the arts. Technology I think is obvious اللي هي التكنولوجيا، the arts هم الفنون. هنا نحكيو بوكو بلوس على the notion of using fiction or reality to base some of the literary works. واش نقصدوا بها الهضرة؟ يعني نستغلوا ولا نستعملوا الحقيقة ولا الخيال باش نحطوها كقاعدة ننسجوا عليها بعض من الأعمال الأدبية، سواء كانت أفلام، سواء كانت كتب، سواء كانت أشعار إلى آخره. We have the notion it requires some genius. ماشي أي واحد يقدر يديرها هذه اللقطة. It requires some seriously intellectual people. لازم الواحد يكون very hard في مخه باش يكون يقدر يدير لنا أحداث يعني صارت هكا في الخيال ويوصل بها ميساج. For example هنا ما نقدرش ما نحكيش على السلسلة السينمائية يعني اللي دارت ضجة كبيرة بزاف واللي بزاف مليحة اللي هي Game of Thrones ولا صراع العروش. اللي تحكي على احداث حقيقيه صح اللي هي تاريخ انجلترا بكري ذا هيستوري اوف انجلند، بصح الكاتب تاعها جابها على صيغ فيكشن على صيغه الخيال، يحكي بالتنانين يحكي الحوايج سوبر ناتشرال ما كانش منهم. ناو بدينا الوحده تاعنا بالدرس الاول اللي هو ريدين نص قراءه، حكينا فيها الساينس فيكشن. فيكشن هو الخيال رانا متفاهمين، والساينس هو العلم. ساينس فيكشن هي الخيال العلمي، يعني يطولها also sci-fi. It's an abbreviation ولا تصغير للكلمة. ملاحظة الـ abbreviation هي تصغير للكلمة، الكلمة نقلصوها ونصغروها. However the acronym هو جلب initial words ولا الحروف الأولى من كل كلمة نديرو بهم كلمة جديدة. For example news جبناها من north, east, west, south. بصح sci-fi جبناها من science fiction اللي هي راي نفس الكلمة الخيال العلمي. شفنا في النص هذا تاعنا time machine اللي هي آلة الزمن، شفنا war of the worlds ولا حرب العوالم. هنا ما نقصدوش بها العوالم تاعنا احنا the humans ولا البشر. ناو حكينا على الاكستراتيرستريال كريتشرز ولا المخلوقات يعني خارجة عن الارض، extraterrestrial اللي نقصدوا بهم الالينز ولا الكائنات الفضائية. وشفنا يعني so many pictures في الصفحة تاع think it over كما هذه for example تاع welcome to earth مرحبا بكم في الارض، ويعني مارس اتاكس ولا هجومات المريخ. هنا يبه نديروا تفرقة، مارس هو كوكب المريخ ومارش هو شهر مارس، بديروا التفرقه بينات. مارس هو كوكب المريخ والسكان تاع كوكب المريخ على بالنا بلي ما كانش، بصح تفكروا بلي راهو الخيال اللي قاعد يهضر. لو كان جاو كاينين الناس ساكنين في مارس نعيطوا لهم مارشنز، the martians. احنا رانا the people of the earth سكان الارض، هما يعيطوا لهم the martians ولا سكان المريخ. وحكينا for example على احداث بزاف يعني لو كان يجيو لبلادنا ولا لو كان يجيو يحتلونا واش قادر يصرا and stuff. وخرجنا justement بالدرس تاع الجراما اللي هو the if conditionals for unreal situations، حكينا الجمل الشرطية في الحالات غير الواقعية. بكاد الجملة الشرطية رانا متفاهمين هي عبارة عن استفهام يتطلب جواب كشغل it's like a question، يعني كيما في العربية بعد الشرط هو جملة شرط أداة شرط وجواب شرط، كيما في العربية بعد we have the if clause the result clause وتربط بيناتهم the conjunction if اللي هي أداة الربط. انتوما يعني في الوحدة هذه مقررين عليكم الحالات التخيلية غير الواقعية the unreal، وانا ننصحكم لتمكن اكثر من الكنديشنالز يعني حتى العام البكالوريا روحوا تفرجوا الوحده تاع بادين ساينتستس لانهم هما مقررين عليهم الحالات الحقيقيه real situations اللي هما types 0 for scientific truths type 1 for future possibilities. انتوما however تقراو the unreal situations ولا الحالات غير الحقيقيه اللي هما both type 2 and type 3. نشوفوا مع بعضنا ملخص الدرس. قلنا type 2 القالب تاع الجمله تاعو الشرطيه تكون كما يلي، عندنا if وفيها past simple ومن بعد نديرو would plus stem of the verb. For example if I had money I would buy a house in England. If I had money I would buy a house in England. لو كان جاو عندي الدراهم بزاف for example نشري دار في الانجليز. Now
التفرقة يعني ولا حالات استعمال تايب 2 هذه باش نفرقوها على التايب اللي راهو جاي ودوك نشرحوه، انها تحكي الفيوتشر ولا بريزنت سيتويشنز. انا راني قاعد نتخيل، راني قاعد نحكي على حاله ماهيش حقيقيه. لو كان جا عندي دراهم، يعني لو كان جات عندي هذيك الاماونت ولا هذيك الكميه تاع الدراهم، راني قاعد نتخيل اتس انريل، ندير هيك وهيك. الاستعمال تاعها يكون would، would plus stem of the verb. If I had enough money for example I would buy، لانه الفعل عندنا to buy a house in England. ونروحوا للحاله اللي بعدها اللي هي تايب 3. هنا نحكيو على a different past، نحكي على ماضي فات خلاص كمل سيبه، ونحكي عليه بطريقة يعني مغايرة بهدف يعني الندم ولا الحسرة ولا النصيحة صادبون. والقالب تاع الجملة الشرطية تاعها تكون if plus past perfect plus the would have plus the past participle of the verb، أي تبان بلي معقدم صح يعني بالممارسة ما هي معقدم أولو. it's all about practice. قلنا ال if plus the past perfect اللي هو had plus the past participle of the verb، وفي result clause ولا في جملة النتيجة نديرو would have. هذه would have كما قلت للتلاميذ في القسم ما تكتبها بلا مزيد، would have هذه راهي تكون يعني كي نمد الفعل ونقول لك صرفوا في هذا القالب تاع الشرط، راك تحط الباست بارتيسيبل تاعو يعني would have plus past participle of the verb. نشوفوا مثال تاع واحد قاعد يندم يعني كي ما خدمش مليح، قاعد يقول if I had studied harder I would have succeeded. If I had studied harder I would have succeeded. كما رانا قاعدين نلاحظوا if plus the past perfect اللي هو had studied، had studied هنا عندنا الباست بارتيسيبل تاع الفعل to study، وفي result clause كاين would have وعندنا الباست بارتيسيبل تاع الفعل to succeed اللي هو ينجح. I would have succeeded زدنا له ed في الباست بارتيسيبل تاعو لانه فعل ناريتيف. هذه هي الجملة if I had studied harder I would have succeeded. هنا راهو قاعد يهضر بغرض الندم، هذو هما الحالتين تاع unreal situations المقررين عليكم. وذا difference يعني كملاحظة ونشددوا عليها بزاف، لازم تفهموا سياق الجملة. كي تفهموها يعني باللي راهي تحكي على حالة ماضت it's a past يعني sentence ما كيش راح تبدلها نهائيا، لازم تدير the conditional type 3. بصح كي تقرا الجملة نتاعك وتفهم باللي راهي قاعدة تحكي على present ولا future، لو كان جا عندي الدراهم، لو كان قادر ندير هيك، لو كان هيك، لو كان هيك، يعني حالة راك قاعد تخيل. انا لو كان جيت انت حاب تنصح واحد، هنا دير الكونديشنال تايب 2 وتخدم ديما بود. هذا مكان ويعني رحنا شفنا رايت ات رايت في يعني كاخر عنصر في الجرامر اللي درنا speculations ولا we speculated about different events. مش معناها to speculate، معناها to guess، معناها يكهن يخمن يخرط، لانه الوحده هذه تاعنا راهي عباره عن fiction or reality، رانا في الخيال، رانا راح نخرط ونتكهن وراح معه، وهذه هي حلاوتها. بعد شفنا speculations اللي هما التكهنات ولا التخمينات، يعني مش قادر يسرى لو كان صرا هيك وهيك. if تفكروا الاف conditionals for unreal situations، حكينا مثلا على industrial revolution الثوره الصناعيه اللي صرات في بريتن. لو كان ما صرات تخيل العالم كيف راح يكون لو كان ما صرتش الثورة الصناعية. شفنا ثاني ذا النوشن تاع كريستوفر كولومبوس لو كان ما اكتشفش امريكا، لو كان ما اكتشفش ذا نيو وورلد، يعني لو كان راهي ماهيش قوة عظمى اليوم. وشفنا ثاني ذا ايفولوشن اوف ذا كمبيوترز لو كان ما تطورش الحاسوب كيفاش راح يكون العالم. ويعني شفنا سم سنتنسز اللي توما درتوهم، فور اكزامبل اف كريستوفر كولومبوس هادنت ديسكفرد ذا نيو وورلد امريكا وودنت هاف بين ذا دومينيتينغ باور توداي. نلاحظوا بلي استعملت التايب 3 لاني قاعد نحكي على different past، نحكي على ماضي ماضى خلاص وراني قاعد نتخيل فيه بطريقه اخرى. it's a past sentence عليها درت لها القالب تاع type 3 if يعني past perfect hadn't discovered، وفي result clause درت would have اللي هي بصيغه النفي wouldn't have، وعندنا الفعل هو to be wouldn't have been، حطيت الباست participle تاعو wouldn't have been the dominating power today، ما كانتش القوه العظمى ولا المهيمنه اليوم. ربطنا يعني هذه الجمل تاعنا ودرنا بهم فقره which was so sweet. رحنا للعنصر اللي بعده اللي هو working with words. كي نقولوا working with words معناها رانا رايحين forming يا adjectives يا nouns، ورحنا رايحين نركبوا كلمات working with words كشغل اللعبة تاع ليغو. المهم قلنا الادجكتيفز انتوما يعني مولفين وتعرفوا بلي الادجكتيفز نفورميهم using the suffixes، نديروا ik ولا able ولا full ولا less، careful careless reliable detective، هذو هما يعني بوكو بلوس الادجكتيفز. بس حكينا another notion نديروا بها الادجكتيفز اللي هي past participle of the verb، يعني الافعال كي نهزوا الباست بارتيسيبل تاعها هذاك بعد راني قادر ندير به ان ادجكتيف. نشوفوا مثال سيدي، ماري از سمارت، ماري از سمارت، شي از ويل انفورمد، شي از ويل انفورمد. هنا عندنا الفعل اللي هو تو انفورم معناها يخبر ولا يعلم، واحد كيكون معلم مليح
نقولوا ليه informed. She is informed معناها راي معلمة، معناها شغل راي عندها معلومات. والذي هو اسم مفعول. كنسترك على informed هنا في السنتنس راه ماهوش فعل، هنا الفعل تاعنا راه to be. She is، she is إنها well informed معناها راي معلمة مليح. يعني يعجبني تكست وانا مازلت ما قريتوش، نشوف معاه ونقول this text looks well written. This text looks well written. هذا النص يبان مكتوب مليح. مفعول، اسم المفعول اللي هو past participle، وهنا الفعل تاعي to write هو فعل غير راتب عليها تبدل، ما درتش ed كما informed اللي فاتت، حطيت written. well written معناها مكتوب بيان. هنايا ملاحظه نزيدها لكم برك باللي هذيك well راهي معناها very. well informed معناها معلمة مليح، well written معناها مكتوب مليح. وروح معاه قد في السؤال تاع هذا الاسبيكت تاع الدرس كيفاش راح يجي، قادر يعطيك جملة ويعطيك فعل بصيغة الانفينيتيف ويقول لك حط الفيربس ان ذير كوريكت فورمز، حطهم في لي فورم تاعهم الصحاح. انت لازم تكون ذكي، لازم تفيق الفعل تاعك الاصلي في الجملة ونراه. اذا عندك فعل مصرف في الجملة معناها الفعل هذا الدوزيام راهو راح يكون صفة، يعني راك راح تحط الباست بارتيسيبل تاعو. فور اكزامبل ذا بوك لوكس، ماري از، وراح معاه. كي يعطيك الفعل اللي بعده اسم هنا راك راح تحط الباست بارتيسيبل تاعو اللي راح يكون صفه في الجمله. هاك ما تكونجيهش مع ماري، ما تقولش ماري انفورمز، ما تقولش ماري از انفورمز. نو، ما يصلحش يكون عندي فعلين مصرفين. الفعل الدوزيام او راح يكون ا باست بارتيسيبل، والغرض منه هو تو فورم ان ادجكتيف. العنصر الموالي اللي شفناه في وركينغ وذ ووردز هما الفريزل فيربس. ناو، كيما على بالكم للافعال فيها بزاف تقسيمات، قلنا قادرين نقسموا الافعال على حساب افعال متعديه وغير متعديه. فور اكزامبل شي ايتس ان ابل، انها تاكل تفاحه، تسترك على ايتس ونقولكوش من فعل هذا، تقول لي فعل متعدي ترانزيتيف فيرب، معناها راه يحتاج كلمات اخرى ليتم معناه، ما تقدرش تقول شي ايتس وتسكت. ناو، هذاك اللي راه يسمع لك يحب يسمع تراه التفاصيل واش راهي قاعده تاكل هذه. شي ايتس وات، نقول له انت شي ايتس ان ابل. هاويفر كاين افعال اخرى غير متعديه لا تحتاج كلمات اخرى لتتم معناها. فور اكزامبل شي سليبس، فور اكزامبل راهي راقده. شي سليبس ما يستناكش تعطيه معطيات اخرى، على باله بلي المعنى تاع الجمله تاعك راه تام. شي سليبس هذا فعل انترانزيتيف غير متعدي. وكاين بزاف العديد من التقسيمات. فور اكزامبل افعال عندنا ستيتيف يعني تدل على الحاله، عندنا افعال اخرى action verbs تدل على العملية. for example كيما نقول لك أنا she looks beautiful، إنها تبدو جميلة. وكي نقول لك she jumps، ما همش كيف كيف. هنا الفعل الثاني راوي يعبر لي على حدث، she jumps، نفس الفعل الأول راوي يعبر لي على حالة، she looks beautiful، إنها تبدو. اسمها there's a difference. الأفعال الجديدة اللي راحين تعرفوها اليوم وتخرجوا بها من هذا الدرس هما phrasal verbs. وش هما phrasal verbs؟ هي عبارة عن أفعال زائد a preposition، فعل ولاصقة معه preposition. كي تلصق معاه البريبوزيسيون هذيك المعنى تاعو يتبدل. فار اكزامبل عندنا الفعل تو تيك معناها ياخذ، اي تيك سامثين معناها نديه نردو تاعو اخذه. بصح كي نزيد له دي بريبوزيسيون اللي هما البريبوزيشنز المعنى تاعو يتبدل. فار اكزامبل تو تيك ان معناها اي ستارت. كي نقول لك انا اي تيك ان باسكتبول معناها اني راح نبدا نلعب. ام جوينغ تو ستارت، تيك ان معناها ستارت، راح نبدا نلعب الباسكتبول هذا الصيف. فار اكزامبل سيدي نقول لك تيك اوفر، تو تيك اوفر معناها تو كنترول. مثلا فرنسا بكري، فرانس توك اوفر الجيريا، فرنسا بكري احتلت، فرانس كنترولد الجيريا. تو تيك اوفر معناها يحتل. عندنا فار اكزامبل تو تيك اوف، تيك اوف معناها تو ديبارت ولا تو ليف. ذا بلين takes off this morning، الطيارة راح تقلع راح تديماري هذا الصباح. for example to take away معناها to remove. I took away that item معناها نحيت هذاك العنصر. وراح معاه نخليلك هنا يعني جدول دير عليه capture l'écran if you are interested. ونصيحة مني ليكم يعني كتلاميذ، هذا phrasal verbs they are game changer. لو كان تتمكن منهم الافعال هذو زاد تاك المعرفي وحتى طريقه هضرتك وطريقه كتابتك رايحه تطلع بزاف، مستواك ويتحسن يعني بزاف بزاف. ولازم تتمكنوا منهم and you have to remember them how، باستعمال يعني sentences. قادر هنايا بعد تكتبوا لي دي كومونتير على امثله، كل يعني فعل دير عليه مثال وكتب به كومونتير لتحت باش تشفع عليهم. قادر يعني نسطرك الفاظ نقول لك تيك اوفر، اعطيني سينونيم نتاعها، تكتب لي انت يا كنترول
بار اكزومبل كي نقول لك تيك اواي تكتب لي انتاير ريموف وروح معها والافعال ماشي غير تو تيك كاين تيك كاين جيت كاين كوم. انا ننصحكم جوجل ذم حوسوا عليهم في جوجل حاولوا تقراوا المعنى تاعهم وشفاو عليهم. بعد هذا رحنا درنا listening and speaking وشفنا هذوك الويمن who were injecting vaccines against bird flu. شفنا هذوك النساء اللي قاعدين ينجكتيو في لي فاكسان كونتر البيرد فلو. تفهمنا البيرد فلو هي انفلونزا الطيور. وشفنا بلي they were wearing masks كانوا يلبسوا في لي ماسك علاه because they were afraid of contamination. وفي الدرس هذا since it's listening and speaking يعني رانا راح نخرجوا به بفسا to speak about اللي هي الاورال كونفرسيشن ABCDs اللي هي منهجيات ولا ابجديات المحادثه الشفهيه كي تكون تحكي مع واحد sometimes he asks ولا she asks for explanations ولا clarifications كي تحكي معايا ولا ما نفهملكش ولا كاين ambiguity كاين ابهام يعني في الهضره تاعك لازم لي ان explanation. عندنا الفعل to explain معناها يشرح explanation هي الشرح something clear معناها واضح to clarify معناها يوضح clarification هو التوضيح. وشفنا الديالوج تاع علي وسعيد اللي كانوا يحكيوا على الساينس كي راهي قاعده تكريف لي بروبلام يعني العلوم كي جاوا ما دارولناش غير الحلول وانما خلقوا ثاني حتى مشاكل اللي نشوفوهم خاصه على الاصعده الصحيه تاع الميديكيشنز ورحناها. كان سعيد يهضر اشاك فوا علي كان يقول له what do you mean واش راك تقصد يعني باستعمال هذا الصيغ when we want to ask for explanations نقول what do you mean واش تقصد ولا قادر يقول له wait a minute استنى دقيقة. والآخر كي يحب يريبوندي له يقول له well حسنا paraphrase هذيك الهضرة تاعه ولا يعاود يقولها بطريقة أخرى باه يفهمه وقادر يبدأ يفهمه باستعمال صيغة I mean أنا أقصد ولا that is to say وأقصد بهذا. ولازم يعطيه ديز إكزامبل يقول for example ويعطيه مثال وقادر يقول for instance لو كان نعطيك فرض ولا امتحان ونسطرلك على for example نقولك أعطيني سينونيم تاعها تكتب for instance. For instance راهي نفسها for example. وحكينا كيفاش يعني العلوم فسدولنا شوي في الكرة الأرضية إن بيكاز العلوم هي عبارة عن عملة ذات وجهين ما عندهاش غير positive aspects عندها also some negative ones اللي هما يعني الأضرار ورحمها المشاكل اللي داروهم the sciences. وبعد هذا شفنا العنصر تاع write it up اللي هي عبارة عن كتابة وشفنا فيها وأخيرا the poetry شفنا الشعر. الشعر الذي هو بالعربية نقوله هو كلام موزون ومقفى اسمه it's the same thing in English and French. تخيلوا بلي راه عندهم يعني شعر وحتى هو يكون موزون ويكون جميل وتنطبق عليه يعني قواعد تشبه بزاف العربية اللي عندنا نفسها بعد في اللغة العربية راهي عندهم the same devices the same rules or عندهم نفس الأجهزة الأدبية ونفس القواعد. وفي هذا العنصر تاع الشعر ما شفناش أي شعر رومانسي ولا نو شفنا the lament poem وش معناها lament هو يلوم بالفرنسية on dit lamenté ou lament quelqu'un معناها اللومه. وشفنا the allergy poem اللي هي شعر الرثاء. الرثاء هذا هو واحد كيكون يكتب شعر على واحد بار اكزومبل ميت يعني نستعملوا فيه بزاف يعني الحالات تاع ديفرنت باست الدروس راهي تخدم بعضها الاولاد تفكروا يعني نستعمل فور اكزامبل هنايا الاف كونديشنال تايب 3 لانه الاحداث هي ماهيش احداث واقعيه ماهيش احداث راح تصرى في البريزنت ولا في الفيوتشر راهي احداث صارت صاي لعبد هذاك ومات خلاص رانا قاعدين نديروا فيه شعر عليه باه نفكروه باه نرثيوه ونحكيو على العفايس اللي كانوا ملاح فيه ولا كيفاش كنا قادرين نبدلوا الباست. في اللغه العربيه عندنا انفيغور باينه بزاف يعني في الرثاء اللي هي الخنساء التي كانت ترثي اخاها صقر كي مات دارت عليه يعني ان الرجي ولا شيء الرثاء وتحكي فيه البطولات تاعو كيفاش كان ان ستاف. وي هاف ذا سيم ثينغ ان انجلش واش لازم نعرفوا في البويتري لازم نعرفوا شويه عفايس مع بعضنا. قلنا الاسطر تاع الشعر اللي هما البيوت نعيطولهم فيرسز شغل هذوك اللاينز نعيطولهم الفيرسز مجموعه من الابيات كيكونوا لاصقين هكا مع بعضهم هذيك نعيطولها ستانزا قادرين يكونوا يعني بزاف تاع البيوت هكا متناثرين على حساب الثيم على حساب الموضوع تاع الجزء من الشعر هذاك. في الشعر رانا نستعملوا بزاف تاع الصور البيانيه ولا الاجهزه الادبيه حنا نعيطوا لهم ذا ليتري ديفايسز اللي هما عباره عن اجهزه كشغل يحسنوا لنا الكلام هذا الجميل والمقفى اللي هو الشعر. نستعملوا مثلا ذا سيميلي. ذا سيميلي اللي هو التشبيه نستعملوه باداه التشبيه فور اكزامبل هي واز بيوتيفول لايك ذا مون كان جميلا كالقمر. نستعملوا ثاني الميتافورز. The metaphors اللي هما الاستعارات for example نقولوا the chance took off the chance took off
أعطيتكم بالعاني هنا phrasal verb to take off معناها يرحل معناها to depart معناها to go away رحلت الفرصة أسكو الفرصة ترحل صح عندها رجلين now the chance took off حب يقول بلي أنا رأطيتها الفرصة هذيك قادر ثاني تلقاو personification اللي هي la personification اللي هو التشخيص مثلا التلفزيون نحكي عليك شغل راهو بنادم ننسب له أفعال نتاع البشر خاصة بالبشر إلى آخره والشعر ساهمنا بلي راهو لازم يكون فيه rhyme ولا الغيم اللي هي القافية اللي قادرة يعني توازيها في اللغة العربية البحور الشعرية الشعر ماهوش هكاك برك ناو حتى لو كان يكون جميل لازم يكون عنده رايم سكيم يكون عنده مخطط هكا تاع قافية يمشي عليه نوع ثاني عفايس كيما الاسننس وكونسننس بار اكزومبل كي يكونوا عندي اصوات قاعدين يتكرروا بار اكزومبل هنايا اتاك باك This is a consonance. وش هو الفرق يعني معلومة ليكم برك يعني الناس اللي راح تروح تخصص إنجليزية في الجامعة بالك تلقاها وتدعي ولنا consonance هو كيكون يعني الصوت عبارة عن consonant ما هوش a vowel كيكون vowel هو اللي قاعد يتعاود for example stay play هنا عندنا a diphthong a هو اللي قاعد يتعاود هذه it's an assonance however كيكون يعني الحرف اللي قاعد يتعاود بزاف هو a consonant هذه نعيطولها consonance for example back attack track شغل رانا قاعدين نسمعه في الكو هي اللي قاعدة تعاود بزاف يعني في سبيل الجمال يعني لأنه أقول وأكرر a poem is a beautiful piece of writing with meaning يعني هي كلام جميل ذا معنى هذا هو الشعر آخر عنصر في هذه الوحدة الجميلة تاعنا هو reading شفنا نص قراءة على Archimedes principle نص قراءة على مبدأ أرخميدس و Isaac Newton's apple وتفاحة إسحاق نيوتن هذا النص يحكي على happy accidents اللي هما يعني الأحداث السعيدة يعني لو كان ما صراتش هذيك العفصة ما صراتش لقطة أخرى اللي بدلت لنا مجرى التاريخ يعني ديما في سياق speculations ديما في سياق تخمينات يعني ماضية وديما الـ if condition اللي بقيت بباكم أربطوا الأمور ببعضها الأولاد when you take notes قلنا كي كان Archimedes كان يدوش in a well-filled bath كان يدوش يعني في حمام معمر بالماء اكتشف the buoyancy law اكتشف يعني هون طفو عرف بلي كاين عفايس تطفو علاش كيما البود الخشب وعفايس لا تطفو كيما الحديد المسمار انستاف يعني لو كان ما كانش يدوش لو كان ليكيد الدوش تاعو هذاك النهار كان ما عطاناش هذوك البرينسيبلز والرولز ونفس الشيء بالنسبة لإيزاك نيوتن إسحاق نيوتن when the apple fell on him كي طحت عليه تفاحة اكتشفنا الجرافيتي هذا هو يعني المضمون تاع النص وخرجنا به يعني بعنصر how to make a commentary using three questions عرفنا كيفاش نديرو شغل ان كومونتير يعني اكاديميك على التكست نتفكروا يعني راكم شعبة أدبية لازم الكتابة تاعكم وطريقة الإجابات تكون أكاديمية ورايحين للباك you have to master all of these things قلنا يعني الكويستشنز باش نديرو كومونتير على تكست نبدا بالحاجه الاولى اللي هي the topic يعني موضوع النص تاعي والtopic تفكروا بلي راه موضوع راهي حاجه تكون عامه مثلا كيما النص تاعنا قادر نعطيه موضوع الاحداث السعيده ما نقدرش نقول له قانون نيوتن ولا قانون يعني for example أرخميدس No, this is too specific هذي راي خاصة بزاف والموضوع the topic has to be too general يكون كشغل واسع باش يلم كلش هذا السؤال الاول اللي لازم نجاوبوا له باش نقدروا نديروا تعليق السؤال الثاني اللي لازم نجاوبوا له اللي هو the general idea ولا الفكرة العامة اللي هي عبارة عن statement نشوفوا فيها الأبينيون تاع الكاتب هذا شغل جملة تحكي لنا على رأي الكاتب بار اكزومبل هنايا الكاتب تاع النص راهو يحكي على أرخميدس وإسحاق نيوتن بجون فاسون اوغوز بطريقة سعيدة كاتب واحد آخر بالك يشوف فيها ماهيش سعيدة يو سي وهنايا كي تجيب topic و general idea باش تقدر تدير response تاك وش هي response هي ردة الفعل هي عبارة عن reaction for the author's defense كشغل انت هذاك الكاتب كيف راهو قاعد يديفوند على التيز تاعو الموقف تاعو انت تشوف رايك تشوف reaction تاك whether you agree ولا you don't agree for example good the author thinks that happy accidents are good الكاتب يظن ان الاحداث السعيدة جيدة and I agree وانا اتفق معه ولا قادر تقول but I don't agree with him ما نتفقش معه تو سامبلومون واخر عنصر شفناه هنا في الدرس هذا هو الاوتوبايوغرافي اللي هي يعني السيرة الذاتية اللي هي a chain of events هي كشغل سلسلة من الاحداث in a famous person's life في حياة عبد مشهور جدا احنا واش نديرو بها الاوتوبايوغرافي هذه نحفظوها no of course not احناش راحين نحفظوها we're going only to take the important lessons نهزو منها بالك الدروس المليحة بزاف بار اكزومبل في حكاية أرخميدس اللحظة هذيك اللي كان هو يدوش فيها it's a very important for history مهمة بزاف للتاريخ عليها يعني برك حنا يعني نهزوها ونكتبوها في الاوتوبايوغرافي تاعو للأحداث اللي تكون فيها لازم تكون in a chronological order في ترتيب يعني زمني كيفاش نكتبوها صيغة الاوتوبايوغرافي
قادرة تبدأ تكتب تقول one of the most brilliant names من الأسماء يعني الساطعة في مجال وتكتب المجال تاعك مثلا إذا إسحاق نيوتن تكتب الفيزياء إذا في مجال التمثيل تكتب بار إكزومبل صالح أوغروت who knows أي مجال قادر تلقاه أنت وأي famous person اللي راح تكتب عليه and then obviously نبدأ بال place and the date of birth مكان وزمان الإزدياد نحكيو شوية على الفاميلي تاع البنادم هذا اللي هما his father his family brothers ورحمه اللي كانوا قادرين مأثروا عليه وعليها خرج بهذيك لا فاصون نحكيو ثاني على الاديوكيشن تاعو وين وصل للتعليم تاعو وراح معاها اند ذن نحكيو على البيرسوناليتي تاعو كيفاش كانت شخصيته نحكيو على الجوبس الحفايس اللي كان يخدمهم نحكيو على الماريج ما على باليش علاش يهم الماريج هنا anyways نروحو اللي بعدها اللي هي الاتشيفمنت اللي هما الانجازات تاعو واش دار هنا يعني وين تكون يعني الاحداث المهمه اند ذن نحكيو على الداث تاعو ونقولو هي دايد ولا sadly such a star in this field came to an end in the date of نجم كهذا في هذا المجال مات في هذا اليوم. So that's it. I think I have covered all of the details of this unit. I really need you guys to take notes. لازم تهزوا ملاحظات، لازم تهزوا يعني نقاط. اكو تشوفوا بلي حتى انا راني قاعد نتعب معاكم بهندي لكم such videos. ما يكونوش بورين ويكونوا يعني بالايمجز يكونوا بالزبدة تاع الدروس بلاني بها تخدموا بلاني بها نطلعوا النيفو so I need you to take notes and write comments ديروا يعني السنتنسز تاعكم تمرنوا وعاودوا مرة زوج ثلاثة حتى ان شاء الله يعني تديوا نقاط ملاح ومام في البكالوريا ما تلقاوش مش خاصة اللي شعب اللغات كي تطلعوا البكالوريا تلقاو روحكم يعني ما عندكمش زاد كبير علاه لانه التفاصيل الدروس ما كانش يعني التفاصيل هذو اللي حكيت عليهم انا هذو كل ما كانش يعني تلقاو حتى الاساتذه ربي يهديهم تلقاهم يفوتوهم يزربوهم which is a dilemma which is a problem هذه في روحها راهي بروبليم كبير يعني حتى الطفل اللي يطلع نيفوه مسكين ما كانش so please guys watch the video مره وزوج وثلاثه and take notes هزوا يعني ملاحظات for those of you اللي رايحين يسقسوني about the paragraphs اني جاوبتكم ديجا عندنا 3 writings درنا 3 كتابات احد الكتابات منهم يبين بلي راح اجي في الفقره سؤال autobiography قادر ثاني يجي البوم why not ويعني المحتمل اللي يجي بزاف هي تاع speculations تاع التخمينات تاع reading الاول يسمى you have to master the conditional types 2 and 3 so that was it for today's video I really hope you benefited if you still have any problem anything leave them down in the comments box below thank you so much and see you next time